السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبر والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملاً بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آيتين من كتاب الله تعالى ونتدبر ما فيهما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة الأفاضل، يخاطب الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنين لأمرين: الأمر الأول لأنهم الذين تنفع فيهم الذكرى كما في الآية الكريمة: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثانياً لتطهيرهم من الأخلاق السيئة. قال القرطبي رحمه الله، وجاء الاستفهام هنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون، على وجه الإنكار وعلى وجه الإنكار والتوبيخ، أن يقول المؤمن من الخير ما لا يفعله. فإن كان ذلك في الماضي كان كذبا، وإن كان في المستقبل كان إخلافا بالوعد، انتهى كلامه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان أناس من المؤمنين يقولون: وددنا أن الله تعالى أخبرنا بأحب الأعمال إليه فنعمل به. فأخبر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إليه إيمان لا شك فيه وجهاد أهل معصيته. فلما نزل الجهاد أو فرض الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم، فأنزل الله عز وجل قوله الكريم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: لم تقولون ما لا تفعلون، أي لم تحثون الناس على الخير ولا تعملون به وتمدحون أنفسكم في ذلك وتنهون عن الشر وأنتم متلبسون به متلوثون به. ولذلك ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس مبادرة إليه، والناهي عن الشر أبعد الناس عنه، انتهى كلامه رحمه الله. روى الإمامان البخاري مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أقتابه يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: أي فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولآتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الراغب رحمه الله: كبر مقتا عند الله، المقت هو أشد البغض لمن تراه فعل القبيح، كما في الآية الكريمة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال إبراهيم النخعي: ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقوله تعالى عن نبي الله شعيب:
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. روى الإمام أحمد مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقيت ليلة أسري بي أناس تقرض شفاهم بمقاريض من نار، والمقاريض هي آلة القطع والقص. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء من أهل الدنيا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد الآيتين الكريمتين: أولاً، استدل بعض أهل العلم بهما على وجوب الوفاء بالوعد، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال ابن حجر: أصل الديانة منحصر في ثلاثة: في القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب إذا حدث كذب، وعلى فساد العمل بالخيانة وإذا اؤتمن خان، وعلى فساد النية بإخلاف الوعد كما في الحديث: وإذا وعد أخلف. روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله ابن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: كنت غلاما فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقالت لأمي تعال أعطك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. ثانيا، من فوائد الآيتين الكريمتين أن العلم قرين العمل، أن العمل قرين العلم، ولذلك يسأل المرء يوم القيامة عن علمه ماذا فعل به، كما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. روى الطبراني في معجمه الكبير من حجند بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل المصباح، يضيء للناس ويحرق نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بإلمه. ثالثاً، من فوائد الآيتين الكريمتين أن الله تعالى نهى المؤمن أن يقول ما لا يفعل، لكن لو كان هذا المؤمن مقصراً في طاعة الله مرتكباً لبعض المعاصي فإن ذلك لا يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا أمر بشيء شديد الأخذ به، وإذا نهى عن شيء كان أبعد الناس عنه. قال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعدت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. قال ابن حزم رحمه الله، المراد أن أبا الأسود الدؤلي ينهى أن يفعل المؤمن شيئا أو يقول المؤمن شيئا ولا يفعله، فإن ذلك
يتضاعف قبحه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وسمع الحسن البصري رحمه الله رجلا يقول: لا يجب أن يترك الشر إلا من لا يفعله. قال الحسن البصري رحمه الله: ود الشيطان لو ظفر منا بهذا حتى لا يأمر أحد بمعروف أو ينهى عن منكر. لأن الكمال لله تعالى، والإنسان مهما يعني فعل من الطاعات وترك المعاصي فإنه بشر قد يقع فيما نهى الله عز وجل أو يقصر في طاعة الله تعالى. قال ابن حزم: وصدق الحسن وهو قولنا آنفا. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.